على وعد من السفير السعودي احمد قطان، على وعد منه النهارده ان هو يرد علينا في قضايا المعتقلين المصريين في السجون السعوديه اللي هم بدون تهم وبدون محاكمات. وللاسف جينا لقينا رد السفير كان سلبي جدا ورفض مقابلتنا للمره السادسه على التوالي من منذ شهر رمضان. دي رقم 6 نيجي عند السفاره على ميعاد منه ان احنا نلتقي عشان يقول لنا رده، وفي النهايه قال لنا انه روحوا الخارجيه. احنا ان شاء الله باذن الله بكره هنتوجه للخارجيه عشان نشوف قرارهم ايه، على العلم من ان الخارجيه عارفه بالموضوع ده منذ 10 سنوات واحنا بنبعت خطابات للخارجيه ولم نتلقى اي رد ايجابي من الخارجيه الى الان ولا من السفاره السعوديه. وعاوزه بس اعرف ايه دور السفاره المصريه في السعوديه. انا جايه النهارده عشان انا بطالب بتفعيل دور السفاره المصريه في السعوديه. ماذا يفعل السفير المصري في السعوديه واعضاء السفاره القنصل طارق سراج؟ ماذا يفعلوا؟ هل موجودين هناك عشان يتلقوا هناك الالاف من المعتقلين المصريين بدون تهم وبدون محاكمات ومعانا كشوفات موثقه من الخارجيه باسمائهم وباعدادهم؟ وفي اللي خلصوا مدة حكمهم ولم يتم إطلاق سراحهم إلى الآن. كمان جاية النهاردة عشان أطالب بالتحقيق في بلاغات الهروب الكايدي اللي بيعاني منها أكتر من 8000 مصري في السعودية، واللي السفارة لغاية دلوقتي بتقول إحنا مش قادرين ننظر في بلاغات الهروب الكايدي. أنا بقول أنتوا دلوقتي بلاغ الهروب الكايدي ده حيلة الكفيل لذل مكفوله والاستغلاله لأبعد الحدود. عايزة أعرف دلوقتي إيه وضع المصريين هناك اللي متبلغ ضدهم هروب؟ دول الناس دي معاها تنازل من الكفيل إن هو معاه تنازل إن هو يشتغل على كفالة شركة أخرى أو كفيل آخر، بيجي بعدها بيوم الكفيل بيروح يقدم فيه بلاغ هروب كايدي، وده طبعًا بهدف الحصول على تأشيرة أخرى أو بهدف الحصول على رشوة وابتزاز للمصري ليس إلا. أنا عايز أعرف إيه وضع المصريين هناك. أنا كلمت المستشار القانوني عادل فضل، تمام، ده مستشار السفارة، المستشار العمالي، أسفة، المستشار العمالي، كلمته في عدة قضايا، قال لي إنه بلاغات الهروب استحالة إن بلاغ الهروب يتلغي، وإن طب قلت له طب إيه الحل؟ قال لي الحل اللي هو الترحيل، يرجعوا مصر. طب يرجعوا مصر خلاص، رجعهم بكرامتهم، ما توديهمش سجن الترحيلات، ما توديهمش الوافدين، ما تخليهمش يدفعوا 5000 ريال رشوة لمناديب السفارة عشان يحصلوا على تذكرة. ازاي السفارة بتأدي خدمة المواطن المصري في السعودية؟ ازاي انت بتتلقى رشوة من المصري عشان تخدمه؟ انت ليه بتاخد فلوس منه؟ ليه السيد أمين سليم بيتلقى رشاوي وتلقى رشاوي من السيد مراد زيتون وده مصري تمت إهانته وموجود الكلام ده على صفحته وتم التواصل معاه اتصال مباشر، ليه أهانه وليه ضربه وليه قال له أنت كلب ولا يهودي ولا كافر وضربه بالجزمة؟ ماذا حدث؟ ده مندوب للسفارة قبل رئيس الجالية المصرية في السعودية هو السيد محمد حسين. سيد محمد حسين سيء السمعة، أيضا كل أعضاء البعثة الدبلوماسية المصرية سيء السمعة، الله أعلم هم موجودين هناك عشان يضروا المصري ولا عشان ينفعوه، وهم بالطبع كل الناس بتجمع على إن هم بيضروا الشعب المصري في السعودية. المستشار القانوني للسفارة كلمت السفير حسام عيسى وقال لي بالحرف إن السيد خالد الهواري مستشار السفارة بيعمل دوريات بشكل أسبوعي على السجون. ازاي وفي مصري توفى منذ سنتين اسمه احمد حسن ولم يتم ارسال جثته الى مصر لان زوجته ما كانش معاها فلوس ترسلها للسفاره المصريه؟ ده مش واجب السفاره ان هم يرسلوا جثته على حسابهم، ده مش واجب السفاره ان هم يوفروا التذاكر، ده مش واجب السفاره ان هم يحمونا هناك. السيد طارق سراج القنصل والسيد كمال عبد العظيم لما كلمته القنصل جده اتصلت بيها هاتفيا منذ اسبوع وقلت له على بعض مشاكل المصريين، قال لي انا سلطتي محدوده، ما اقدرش اتكلم مع شركات سعوديه ليهم وضعهم هنا، انا مسؤوليتي محدوده. يعني ايه سفاره مصريه ومسؤوليتك محدوده ومش قادر تحمي المصري؟ انتوا لازمتكم ايه في السعوديه؟